قال السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة تشارك في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري مبادرة حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه. وأكد وزير الزراعة أن المبادرة من المشروعات الهامة التي أشادت بها المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعي لهذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف المصري والمناطق العشوائية في الحضر. لمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد قرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور محمد. ويمكن مبادرة حياة كريمة حققت إنجازات مش عادية خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية اللي طبعا يعني من شأنها ويعني الأكثر احتياجا هو الأسر المصرية البسيطة علشان تحسن ظروفهم المعيشية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي ليهم. في رأيك يعني إلى أي مدى فعلا ساهمت هذه المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ الأول اسمح لي أشكر حضراتكم، وطبعا الحقيقة اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة واضح جدا، واحنا شايفين ان الجهود اللي بتبذل في قطاع الزراعة هو احد القطاعات الهامة، جهود كبيرة طبعا، أهمية اقتصادية كبيرة في قطاع الزراعة، تقريبا احنا بنتكلم على 5 صادرات مستدامة. ايضا احنا بنتكلم على تنمية مجتمعية هامة جدا، مبادرة حياة كريمة 700 مليار جنيه، المشروع الأكبر والأضخم على مستوى العالم على مر التاريخ أعتقد، لأن مفيش مشروع في الدنيا قدر ينفذ لا في حجم التمويل ولا في الفئة المستهدفة في أعداد الناس المستفيدين ولا في الحيز الجغرافي ولا في التنوع البيئي في الحياة، مشروع كبير جدا. كمان التنمية المجتمعية لأن ده 50% من الشعب المصري بيتأثر بشكل مباشر في الحياة المناطق الريفية، بيتأثروا بقطاع الزراعة، بيتأثروا بعملية التنمية المستدامة اللي بتحدث داخل قرى وريف مصر. كمان التنمية البيئية وكل معدلات التنمية المستدامة على مستوى العالم بيركزوا بشكل كبير جدا على قطاع الزراعي، حتى كمان معظم العلوم الحديثة بتتكلم على الاقتصاد الأخضر، بتتكلم على أنواع مختلفة من الاقتصاد لا تعتمد على الأشكال النمطية القديمة لعملية التنمية، بل تعتمد على الزراعة بشكل كبير. هذا القطاع أو مبادرة حياة كريمة هي مبادرة في صلب عملية التنمية المستدامة. أيضا الاهتمام بقطاع الزراعة من ضمن مكونات الحياة كريمة ومن ضمن المكونات الرئيسية للشعب المصري اقتصاديا اجتماعيا بيئيا في كل محاور التنمية المستدامة، أيضا في الأمن القومي المصري أنه يمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري، كل ده بيبقى له انعكاس خطير جدا. واكد ان الاهتمام بمبادره حياه كريمه امر الحقيقه يعني مبادره في غايه الاهميه ولها نتائج ملموسه على ارض الواقع. دكتور محمد قرش، واحنا بنتحدث عن مشروع حياه كريمه في جزء طبعا هو جزء صغير موجود جوه المشروع هو فكره تبطين الترع. بالنسبه من وجهه نظر وزاره الزراعه وبالنسبه من وجهه نظر الابحاث والعلم، ماذا يفيد فكره ان انت عملت ده في كل الترع على او بتحاول هتوصل لكل الترع في مصر بحيث ان انت تقضي على التلوث تقضي على حاجات، اهميتها بالنسبه للزراعه فكره تبطين الترع او المشروع ده بالتحديد؟ بالظبط، ما هو فكره الاهتمام بقطاع الزراعه في مبادره حياه كريمه له اكثر من منظور. لو بنتكلم على تبطين الترع بشكله الخاص، فتبطين الترع ده من النقاط المهمه جدا لان احنا نحقق عداله توزيع الميه عشان تصل المياه الى نهايه الترع، وبالتالي يبقى في فرصه ان كل فلاحين مصر يستفادوا من المياه اللي بتبقى موجوده في الترع والقنوات المائيه. ايضا بس احنا الحقيقه ما وقفناش عند هنا. لما يبقى في مصدر مياه ده هيخلي في مصدر دخل مستقر من نشاط الزراعه، وده امر في غايه الاهميه. احنا كمان كملنا على هذا النشاط بان احنا بدانا ندي كود لمشروع البتلو، بدانا ندي قوافل بيطريه، بدانا ندي مبادره تطوير الري الحقلي. اللي هي ان احنا نغير نظم الري داخل الارض نفسها، والدوله المصريه اعطت تمويل يمكن تجاوز قيمته حوالي 50 مليار جنيه، طبعا ده بيدي فرصه للفلاح ان هو يحصل على ياخد تمويل يطور ارضه ويحدث نظم الري فيها بدون اي تكلفه ماليه، ووزاره المياه تتحمل عنه التكلفه الماليه. كمان وزاره الزراعه ووزاره الماليه وزاره الزراعه ووزاره الموارد المائيه والري بتحملوا الدراسات الجدوى والدراسات المائيه في عمليه التطوير وتحديد البديل الانسب،
كل ده بالمجان، والفلاح او المزارع ما بيدفعش في اي حاجه. فاحنا كده طب احنا بندخل في تبطين الترع بالنسبه لوزاره الزراعه وبالنسبه للفلاح، وكمان بنحط مشروع تاني وهو فكره التحول للري بالتنقيط ودعم وزاره الزراعه، وفكره ان بقروض ما فيهاش فوائد، يعني في تكامليه مع مشروع حياه كريمه من خلال الاجزاء اللي جواه. طبعا، لان في النهايه ده هيخلي الفلاح سواء من خلال مشروع او من خلال عمليه تطوير الري او من خلال تبطين الترع، الفلاح هيبقى عنده مصدر دخل مستقر. وان كان عنده مصدر الدخل ده بيجيب له مورد تين، لا احنا لما هنحدث هذه المنظومه ونطورها للفلاح بشكل بسيط هيجيب 2 تين، فاصبح في عائد اعلى لدى الفلاح. وبالتالي ده من ضمن مكونات المشروع، ان احنا مش بس نعمل عمليه بنيه تحتيه كبيره، مش بس نوفر الخدمات وده بيحدث في قطاع الزراعه بشكل كبير، ومش بس ان احنا كمان نحسن المستوى المعيشه، انما احنا كمان نحقق كل دول ونخلق فرص عمل لسكان المناطق. صحيح. واسمح لي كمان يا فندم، واحنا بنتكلم عن هذه المشروعات الغايه في الاهميه اللي الحقيقه كانت بسبب هذه المبادره الهامه حياه كريمه، وزي ما ذكر محمود وحضرتك اضفت، يعني كان الري بالتنقيط وتبطين الترع، وكان انشاء مجمعات زراعيه خدميه كمان، وتخصيص الاراضي لمشروعات المنفعه العامه في قرى المبادره، بالاضافه لتقديم الخدمات والدراسات البحثيه لكافه الاراضي. كلنا ازاي افاد الفلاح المصري كل هذه المشروعات؟ استفادة كبيرة الحقيقة، لان احنا بنتكلم على تحسين دخل ده موجود، بنتكلم على توفير مناطق خدمية تنقل او تغير من شكل الخدمة المقدمة لسكان المناطق الريفية، وتغير من شكل الحياة على مستوى كل المناطق الريفية ويخليها متوازية مع الحياة في الحجر، ده موجود. عندنا مراكز الخدمة الزراعية 232 مركز، يعني كل ما يحتاجه الفلاح المصري والمزارع المصري، فيها مراكز ارشاديه، فيها مراكز تجميع البان، فيها وحدات بيطريه، فيها كل ما يحتاجه المزارع المصري موجود داخل هذا المركز. وبالتالي بقى سهل جدا انه يحصل على الخدمه. دوما بيخدموا حوالي 1400 او اكثر من 1400 قريه وتابع من خلال حياه كريمه، فده ايضا موجود. كمان عمليه تطوير الانتاجيه، وده يحقق مزيد من الامن الغذائي للمواطن المصري، وده من الاولويات الحقيقه كمان للدوله المصريه، واللي الدوله بتنفق فيه مليارات من الجنيهات عشان تحققه، ده موجود برضه في مبادره حياه كريمه. فالحقيقه المبادره هي مبادره شامله بتحقق كل ابعاد التنميه الشامله المتكامله لكل سكان المناطق الريفيه، وبالتالي بيبقى له انعكاس وله مردود على كافه نواحي الحياه لكل سكان المناطق الريفيه ان شاء الله. جزيل الشكر حضرتك دكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزاره الزراعه واستصلاح الارضي.